عايز بس اقول لكم خبر رسمي من نادي الزمالك قبل ما انهي هذه الحلقه. نادي الزمالك ينفي بشكل رسمي التفاوض مع الكابتن حسام البدري لتدريب الفريق الفتره القادمه. كان في كلام او اشاعات او تسريبات او ما شابه يعني ان الكابتن حسام البدري ممكن يتولى تدريب نادي الزمالك الفتره اللي جايه. نادي الزمالك نفى هذا الامر جمله وتفصيلا، وكارتيرون مستمر مع نادي الزمالك حتى هذه اللحظه.